أرجحوا طفل بواسطة أرجوحة مكونة من عارضين استعملوها كمقعد معلقة بواسطة حبلين مشدودين إلى حامل ثابت. ننتج مجموعة طفل أرجوحة بنواس بسيط يتكون من حبل غير مدود كتلته مهملة وطوله L وجسم S كتلته بوتيتا. دونك هنا غادي نديرو دراسة ديال نواس بسيط يعني أن بوندول سامبل. دونك الحبل كتلته مهملة طول ديالو L جسم صلب S كتلته M. نواس قابل دوران حول محور دلتا ثابت. نواس كامل يعني الخيط والكرة هادو كاملين كيديرو دوران. ولكن هضرنا على الكرة بوحدها كدير إزاحة دائري. دونك ثابت ومتعامد مع المستوى الرأسي. عزم قصور النواس بالنسبة للمحور دلتا هو جي دلتا إيكال إم إن كار. معطيات دونك جي دلتا إم إن كار معطاوها لنا هنايا وخا قلت لكم خصكم تحفظوا هاد ليكسبرسيون هادي. دونك شدة تقال الجي 9.8 دونك طول الحبل كتلة الجسم إم ونأخذ في حالة تذبذبات صغيرة سينوس تيتا هي تيتا و كوسينوس تيتا هي إم و تيتا أوكالي على جوج. نهملو أبعاد إس بالنسبة لطول الحبل وجميع الشكاكات حيت نورمالمون حنايا كيهمنا كندرسو المركز ديال تقال هاد الجسم هذا. دونك شنو كنقولو نورمالمون كنهملو هاد يعني نورمالمون المسافة بين مركز محور بين محور الدوران والمركز ديال هاد الجسم هي الطول ديال هاد الخيط ونزيدو له الشعاع. ولكن هما كيعطيولك انه من الابعاد يعني الشعاع ديال هاد الجسم هذا بارابور ولا الابعاد ديالو بارابور الطول ال مهمل. دونك كنعتبروا بلي ان المسافه من محور الدوران حتى المركز راه هي غير الطول ديال الحبل اللي هو ال. دونك الدراسه التحريكيه ليتود ديناميك دو بوندول نزيح النواس عن موضع توازنه المستقر بزاويه تيتا ماكس ايغال بي سور 12. هاد الجمله خصني نفهمها. On écarte le pendule simple de sa position d'équilibre stable, la longue θ m égale à π sur 20. Donc, on va faire ça, l'angle, θ égale à π sur 20. Puis, on va faire ça, on va faire ça, sans vitesse initiale donc t égale à 0. Nous معلم موضع النواس عند هذا t بالافصول زاوية θ. دونك on repère la position ديال هذا البوندول par l'angle θ والذي يكونه النواس مع الخط الرأسي يعني هذا سميتو هذا الخط الرأسي هو هذا والنواس هو هذا. دونك θ هي السؤال الاول بين تطبيق العلاقه الاساسيه الديناميك لا relation fondamentale de la dynamique la RFD في حاله دوران حول محور ثابت أن المعادلة التفاضلية لحركة النواس في معلم جاليلي مرتبط بالأرض تكتب على شكل تيتا دو بوان بلس جي سيغ إل تيتا إيكال زيرو. دونك هنايا قالوا لنا باش نطبقوا العلاقة الأساسية الديناميك. دونك جواب على السؤال مجموعة مدروسة سيستيم إتيدي. دونك سي لو بوندول كامل سيتادجير لو فيل بلس لو سوليد إس الخيط وجسم إس. جرد الخيوة لو بيلون دو فورس بي وزن الجسم لو بوا دو سوليد ار رياكسيون دو لاكس دلتا. دونك هما لي دو فورس اللي عندنا عندك غير بي وزن الجسم ووزن النواس كامل. ولكن بيسكو هاد الخيط ما عندوش كتله دونك كنمشيو غير للجسم وكنهضروا على بي وزن الجسم. دونك هو في حقيقه وزن النواس كامل غير هنايا بيسكو ما عندناش كتله دونك غادي نهضروا غير الوزن ديال هاد سميتو الجسم. دونك بي و ار تاتي محور الدوران. دونك العلاقة الأساسية الديناميك جي دلتا تيتا دو بوان إيكال العزم تاع بي بلس العزم تاع إر. العزم تاع إر زيرو باسكو إر كوب بلاكس دو روتاسيون دلتا. العزم ديال بي هنا نسيت ما وضحتش المنحة الموجب. المنحة الموجب راه الفوق بي لتحت. دونك هي موان بي فوا دي. دي هي المسافة الفاصلة بين خط تأثير القوة ها لا لين داكسيون سي لا ديستانس كي سيبار لا لين داكسيون إي لاكس دلتا. دونك هي هاد دي اللي هي هنايا. دونك هنايا سينوس تيتا égal à d sur l اللي هو لا لونغور ديال هاد لو فيل سي تادير d égal l sinus theta je remplace. دونك غتبقى لنا m l كاري theta 2 point égal moins m g l sinus theta. دونك غتبقى لنا theta 2 point plus g sur l اختزلنا m مع m l كاري مع l sinus theta égal à 0 باعتبار التذبذبات صغيره puisque les oscillations sont petites. دونك عندنا sinus theta égal à theta سي تادير غتولي لنا theta 2 point plus g sur l theta هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال معادلة تفاضلية لحركة نواس
Al-Basri, donc c'est l'équation différentielle du pendule simple. Deuxième question. Donc la deuxième question, il y a donc deux autres là. Donc la deuxième question, il y a donc tu écris l'expression. L'expression dit d'abord khas t0. T0 égale 2 pi racine. On a dit que nous avons une règle tafadoulia. On a dit donc g sur l. On a égale à l sur g. Donc une fois que l'équation différentielle, tu peux faire t0. T0 est 2 pi ou que la racine de l sur g. Donc on a dit que nous avons une règle de tafadoulia. On a dit que nous avons شنو كيقول هذا السؤال هذا؟ سؤال 3-1 كيقول لك اكتب المعادلة الزمنية لحركة النواس. غادي تكتبها. ولكن تكتبها بيان سور وتحدد لنا تيتا ام وتي زيرو راك ديجا حددتيه. وفي بيان سور. دونك الجواب ديال هذا السؤال. المعادلة الزمنية للنواس البسيط. دونك ليكواسيون اوغيغ دو بوندول سامبل. سيكري سو لا فورم تيتا دو تي ايكال تيتا ام كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي بلوس في. تيل كو. Theta m égale à pi sur 20. Bien. Ah, T0 est 3,48. D'abord, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher phi en utilisant les conditions initiales. Donc, theta à l'instant 0 est theta m parce que nous avons fait theta m, on le relâche sur vitesse initiale. C'est-à-dire, theta à l'instant 0 c'est theta m ou theta point à l'instant 0 c'est 0 parce que on a relâché le point de son vitesse initiale. Donc d'après la solution, dis-moi l'ahdo, θ à l'instant 0, il y a θ m cosinus phi, ou θ à l'instant 0 et θ m, d'après les deux expressions, on déduit que θ m cosinus phi, il y a θ m, c'est-à-dire cos phi 1, donc phi égale à 0. Obitelli, donc par conséquent, θ de t égale θ m cosinus de pi sur t0 t, je remplace pi sur 20 cosinus et l'asmina de pi sur t0, travaille face à l'asmina t. Hadas soual rakam. 3-1 دونك هنايا اللي خصنا نعرفوه هو بالنسبه لينا في البروغرام ديال البكالوريا هذا الحل هذا تعطى تكتبوا ماشي شي حاجه اللي غادي نبينها ولا نو دونك هذا نكتب هذا الحل هذا نكتبوا دونك ماشي شي حاجه اللي كان نبينها ولا نكتب ديريكت 4-1 بتطبيق قانون تان نيوتن دونك هنايا اون ابليكون لا دوزيام لوا دو نيوتن في اساس فريني دونك راه مزيان السؤال اللي رضي عليك ونيتيزون لا باز دو فريني او جي تعبير الشده تي لتوتر الحبل عند لحظه تي بدلاله ام و جي و تيتا و ال و في السرعه الخطيه للنواس وحسب قيمه تي عند اللحظه تي تساوي تي زيرو سير كات دابا هنايا اللي بغى يطبق القانون الثاني لنيوتن على من ماشي على النواس على الجسم اس باسكو قال لك اوجد تعبير شده تي لتوتر الحبل دونك ومين كنقول تعبير شده تي هو القوه المطبقه من طرف الخيط على الجسم يعني هنا المجموعه المدروسه هي الجسم هو اللي غادي يمشيو للدرسو دونك شوفوا الحل ديالها دونك هنايا ناخذوا سميتو نعاود نرسم هنايا الشكل ديالنا دونك هو المجموعه المدروسه هي الجسم اس دابا جرد القوى كاين بي وزن الجسم وكاين تي اللي هو تاثير الخيط ياك دونك الا مشينا رسمنا اساس فريني هنا اللي هو اس او ان ها ان ها اس اس او ان دونك لا باز دو فريني هي اس او ان مزيان غادي نمثلو هاد لا فورس بي ها هو وعندك لا فورس تي دونك القانون الثاني نيوتن ما ايغالا بي بلس تي مزيان دونك هاد لا لوا غادي نبروجيتيوها في لا باز دو فرين قالوا نعاونونا هما قالوا لنا دير لا باز دو فرين واخا ما عاونوناش نقدر نستعملها علاش باسكو الحركه ديال اس حركه منحنيه وحنا بغينا نقلبوا على تي ما بغيناش اون ايكواسيون اوغير ولا شي حاجه بغينا نقلبوا غير على تي يعني اون فور لا طونسيون دون فورس شدات واحد القوه دونك نقدر نخدم لا باز دو فرين دونك اس او ان ها هي دونك ا L'expression de A est très les coordonnées de le vecteur A. D2V sur D2T fois U, donc A et D, coordonnées suivant U, il y a D2V sur D2T fois U, plus une deuxième coordonnée suivant N, il y a V au carré sur L fois N.
دونك أ كيمشي في لاسوم ديالهم ديال U مع L بيان سور. دونك هنا عندك سميتو لي دو كوردوني ديال لو فيكتور A سويفون U سويفون L. دابا غادي ندوزو هما لي كوردوني ديال A سويفون U L. دابا غادي ندوز لي كوردوني ديال P. هاد P لا فورس P على N لا بروجيكسيون ديال P على لاكس لي فيه SN. دونك هاد P إلا بروجتينا على N هنايا بروجيكسيون اورتوغونال PN هي هاد هي اللي كاتبها هنايا هي بالزرق PN. هادي كو ريبريزونت إل ريبريزونت لادجاسون دو لونغل تيتا سيتادير لو كوسينوس. دونك P كوسينوس ولكن في لو سونس كونترال ديال N دونك موان P كوسينوس تيتا. دونك هادي PN. PU إلا شدنا P سقطها على هاد لاكس لي فيه U ها PU. دونك إل ريبريزونت لوبوزي دو لونغل تيتا المقابل ديال الزاوية تيتا يعني سينوس و جاية في لو سونس كونتري ديال U دونك موان. دونك موان P سينوس تيتا. نمشيو للقوة تي تي ها هي تي إلا بروجتيناها على U إلا درنا لا بروجيكسيون ديال تي على U إي سون بيربونديكولار. دونك لا بروجيكسيون ديال تي على U بيسكيل سون بيربونديكولار دونك زيرو. تي مع N غادي معاها في لو ميم سونس و إي أبارتيان لاكس دونك هي تي. دونك سي فو بلاي هادي هي لا بارتي لا بلوز امبورطونت بالنسبه ليا الا عرفتي دير هاد لي بروجيكسيون. دونك من بعد وشنو بقى لك؟ اون اناليز. كيسكو جو شيرش؟ وشنو كنقلب؟ كنقلب على تي ياك. كيسكو كتقلب على تي غادي تمشي لا فورس تي كيف كتشوف لا قدرت لها انت لا بروجيكسيون ديالها ياك. درت لها لا بروجيكسيون تي راه قدرت لها لا بروجيكسيون تي على او لقيتها زيرو و تي على ان لقيتها تي. دونك ترك تقلب على تي سيتادي غادي تشد ديك لا دوزيام لوا دو نيوتن وغادي تجمع لي كوردوني نتاع دوك لي فيكتور كاملين على اش من اكس على لاكس على على وي لي كوردوني على على لاكس اللي هو اس ان. دونك غادي نجمع لي كوردوني ديال لو فيكتور ا وديال بي وديال تي سويفون لاكس اس ان. هذا هو اللي حنا كنعبروا عليه بجمله وكنقولوا نسقطوا على المحور نسقط على المحور اس ان. On projette sur l'axe, on projette le canon de Tchani ou là on projette la deuxième loi de Newton sur l'axe SN. Donc, même on a dit on projette, c'est-à-dire, on a dit j'mets les coordonnées à l'amen à l'axe de l'oua SN. Donc, on a dit nous, M, A, A à la N, A, y a, A à la N, A, y a, y a V au carré sur L. Donc, on a M, V au carré sur L. P à la N, ha, P à la N, y a moins P cos theta, ou T à la N, y a T. Donc, on a dit les radines de l'oua. Ah, هو ام في او كاري سور ال ايغال موان ام جي موان بي كوس ثيتا يعني موان ام جي كوس ثيتا و تي هي تي. دونك تي ايغال ام عامل في او كاري سور ال بلوس جي كوس ثيتا ديال الاكسبرسيون. بغينا نزيدو واحد السطر هاد كوس ثيتا بما ان التذبذبات صغيره يعني ثيتا صغير بي على 20 بغيت نعوضها بواحد ناقص ثيتا او كاري على جوج بغيت نخليها هكا جوج صحاح باسكو هما ما وضحوش لينا في السؤال قال لك بدلاله تيتا هذه صحيحه. دونك وهنايا نورمالمون هذا هو اللي نقدر ندير. هنايا نزلت واحد المرحله اللي غادي تفيدنا في السؤال فيما تبقى من التمرين هي هاد في في السرعه الخطيه. كنعرفوا بلي في تساوي اذا كانت عندك حركه دائريه ولا في تساوي ار تيتا بوان ار هنا هو ال. دونك في هي ال تيتا بوان. دونك هذه ام ها هي هاد في او كاري عوضتها ب ال او كاري تيتا بوان او كاري. دونك ال مع ال تختزل تبقى لي غير ال تيتا بوان كاري بلوس جي عامل لي واحد ناقص تيتا او كاري سور دو الى اعتبرنا ان تيتا صغيره يعني كوس تيتا هي واحد ناقص تيتا او كاري على جوج. هذا بالنسبه للسؤال سميتو لا بروميير بارتي دو لا كيستيون. لا دوزيام بارتي هي قلبنا على تي من يمر من موضع التوازن المستقر هاد النواس هذا. دونك مين يمر هاد النواس موضع التوازن المستقر قلبنا على لا فالور دو تي هي اللي غادي نشرحو هذا. دونك السؤال اللي بقى لنا فيه لا بارتي اللي بقات هي احسب قيمة تي عند اللحظة تي ايكال تي زيرو سور كات. فمن هادي تي زيرو سور كات الله يرضي عليكم هادي اولا. دابا هذا مين غادي تطلقو نتايا افترضوا انه مشى حتى لهنا المون تيتا ماكس ولا رجع تال تيتا ماكس. هاد لا هاد لا ديوري هي الدور تي زيرو هي هاد المده هي الدور تي زيرو هي لا بيريود تي زيرو.
دونك الا كانت باش يمشي حتى لهنا ويولي حتى لبلاصتو تي زيرو، يعني باش يمشي غير موان تيتا ماكس هي تي زيرو سور دو نص، يعني باش يمشي غير من هنا لهنا هي تي زيرو سور كات. يعني هاد اللحظه تي زيرو سور كات فين راه النواس؟ فين راه الجسم؟ راه هنا هاد لا بوزيسيون، سيتادير راه في لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. ما معنى لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل؟ يعني تيتا ايكالا زيرو. دونك هنايا قلنا في هاد اللحظه تي ايكالا تي زيرو سور كات، يعني من عندما يمر النواس من موضع توازن مستقر لوسكي باس بار لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. شنو كتعني لي هادي؟ كتعني لي هادي بلي تيتا انستون تيتا في هاد لانستون تي زيرو سور كات راه زيرو، و لا فيتاس ديالو من يمر موضع التوازن المستقر لوسكي باس بار لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل كتكون ماكس، يعني تيتا بوان تي زيرو سور كات هي تيتا بوان ماكس. دونك هادشي نقدر نشوفو هنا باسكو ها تيتا بوان، ها تيتا بوان، تيتا بوان دو تي ايكال موان دو بي سور تي زيرو تي تيتا ام كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي. دونك تيتا بوان ا لانستون تي زيرو سور كات هي موان دو بي سور تي زيرو تيتا ام كوسينوس دو بي سور تي زيرو، هادي نعوضها بتي زيرو سور كات. تي زيرو مع تي زيرو تمشي، جوج مع ربعة تمشي، تبقى لك بي دومي. دونك تبقى لنا تيتا بوان ا لانستون تي زيرو سور كات هي موان دو بي سور تي زيرو تيتا ام كوسينوس بي دومي، كوس بي دومي هي واحد. دونك غتبقى لنا تيتا بوان ماكس هي موان دو بي سور تي زيرو فوا تيتا ام، هادي تيتا بوان ماكس. دونك نرجع لتي تي الدور تي، شنو هو تي الدور؟ دور تي ايكال ام، هي ام ال ال تيتا بوان او كاري في هاد لانستون هذا اللي هو تي زيرو سور كات هي تيتا بوان ماكس او كاري، انا نعوضوها دو بي على تي زيرو او كاري تيتا ماكس او كاري بلوس جي، هي جي عامل لواحد ناقص وتيتا ايكال زيرو. دونك تيتا نعوضو تيتا بزيرو دونك خلنا غير واحد. دونك هاد دو بي سور تي زيرو، هاد دو بي سور تي زيرو دونك اللي كاين هنايا دو بي سور تي زيرو او كاري، دونك قلنا هادي نعوضوها باش بجي سور ال، دونك تبقى لنا ال في جي سور ال، وهادي تيتا ام او كاري بلس جي في واحد هي جي. دونك ال مع ال نختازلو تبقى لنا جي تيتا ام او كاري بلس جي، خلينا نعمل بجي تبقى لنا ام فوا جي عامل لواحد زائد تيتا ام او كاري تعطينا 180 فاصلة 7 نيوتن. دونك اللي خصنا نعرفو هو انه نربط اللحظات بالمواضع. دونك حتى اللي ما عرفش هادشي راه ساهله انه يمشي للحل ديال المعادله. دونك نرجعو للحل ديال المعادله التفاضليه، ها هو الحل تيتا ام كوسينوس دو بي سور تي زيرو تي، ويعوض هاد تي باش تي زيرو سور كات. الى عوض تي زيرو هاد تي تي زيرو سور كات غتبقى كوس بي دومي، وكوس بي دومي كوس بي دومي كوس 90 هي زيرو. دونك كوس 90 هي زيرو، تبقى لك تيتا ام في زيرو تعطيك زيرو. دونك اللي فهم مزيان كو في لانستون تي ايكالا تي زيرو سور كات راه كيمر موضع توازن مستقر، و تيتا راه دونك ديك الساعة تيتا ايكالا زيرو مزيان. سينون اون بو جوست رومبلاسي دون لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال تي بار تي زيرو سور كات، اون تخوف كو تيتا لوسكو تي ايكالا تي زيرو سور كات ايكالا زيرو، اي بيان سور تيتا بوان. Et bien sûr, on peut déterminer. Donc, la deuxième partie, c'est la partie énergétique. La deuxième partie, c'est la partie énergétique. Donc, on va la partie de la satire. Nous avons عند اللحظة t égale à 0, النواس السابق الذي يوجد في حالة سكون. يعني d'abord, nous allons faire دراسة أخرى. غادي نعتبرو بلي هاد لو بوندول est en équilibre. Est au repos. Donc, في موضع توازن المستقر، يعني راه غادي يكون في la position d'équilibre stable. وغادي نجيو وندفعوه نعطيوه اون انرجي سينيتيك من طاقة حركية قيمتها 264.6 جول فيدور في الملح الموجب. يعني غادي ندفعوه، غادي نجيو هنايا راه هنايا النواس لو سوليد وندفعوه ويمشي، ندفعوه يمشي لهاد الشي، غادي نعطيوه انرجي سينيتيك. سؤال واحد جوج نختار المستوى الافقي. دونك هاد المستوى الافقي هنايا الذي ينتمي اليه تنتمي اليه النقطه ام0 مرجعا لطاقه الوضع التقاليه مزيان،
دونك يعني هنايا او بي بي ايغال ا زيرو لانرجي بوتونسييل دو بيزونتور اي نول او بي بي ايغال ا زيرو فوقاش من تكون تيتا ايغال ا زيرو ولا اعتبرنا هنا شي محور او زيد نحو الاعلى يعني بو زيد ايغال ا زيرو دونك غادي نجي هنايا وناخذ الجواب ديالي اللي درنا دونك هو الشكل دونك هنايا او بي بي خدينا محور او زيد نحو الاعلى دونك او بي بي ايغال ام جي زد بلس كونستانت غادي نقلبوا على التعبير ديال او بي بي تعبير طاقة الوضع التقليدي يعني انرجي بوتونسييل دو بوزونتور ام جي زد بلس كونستانت دونك باعتبار الحالة المرجعية سيتيغ دابخي ليتا دو ريفيرونس او بي بي ايغال زيرو لوسكو زد ايغال زيرو باسكو لو بوندول مين كان هنايا هاديك ليتا دو ريفيرونس دونك مين كان هنا الزد ديال هاد لو سوليد هو زيرو اذا دونك لا كونستانت ايغال زيرو سيلا فيديغ كو او بي بي ايغال ام جي زد زد وشنو هي هاهي هنا اون غوج هي هاد ال كاملة ونقصوا من هذه هنايا سميوها دي سيتما مونسيونيتاش في الاخر غير من هنايا لهنايا دونك هي ال كامله موان دي دونك دي هي في هذا لو تريونغل ريكتانغل في هذا المثلث القائم الزاويه هو المحادي الزاويه تيتا دونك هاد دي هنايا دونك كوسينوس تيتا كنعرفوا بلي كوس تيتا هي دي دي على الوتر اللي بوتينوس اللي هو ال سيتادير دي هي ال كوس تيتا دونك عودنا قلنا ام جي ال عامل ام جي عامل ل ال مو ال كوس تيتا نعملو بال وتبقى لنا ام جي عامل ام جي ال عامل لواحد ناقص كوس تيتا دونك هنايا ما غاديش تمشي تقول لي يا استاذ بما ان التذبذبات صغيره بيسكو ايزوسيلاسيون سون فيبل ولا سون بتيت نقولو بلي ام مو كوس تيتا هي تيتا وكاري على جوج باسكو حتى واحد ما قالها لك هنا دابا هادي نوتر سيتوياسيون راه عطينا لهذا اون انرجي سينيتيك غادي يطلع من يطلع حتى ما عرف فين يطلع واش غادي يفوت في على 12 ولا ما يفوتهاش يعني واش غادي نبقاو ديما في ديزوسيلاسيون تيت ولا لا دونك غادي تبقى ليكسبرسيون بحال هكا ام جي عامل لواء ال عامل لواحد ناقص كوست دونك غادي ندوزو السؤال تا اخير جوج باعتماد الدراسه الطاقيه حدد القيمه القصوى للافصول الزاويه تاتا ماكس اذا الله يرضي عليكم هاد لي كيسيون ديما الدراسه الطاقيه كيتعاودوا في هاد لي جور دو كيسيون دونك ولكن اللي خصنا نعقلوا عليه ماشي هو هاد التمرين نحفظوه ولا لا هو واحد شي حاجه اللي صالحه لجميع التمارين شي حاجه دونك اون استوس اللي صالحه pour tous les exercices دونك ا chaque fois qu'on vous demande de déterminer θ θ كاينه في EPP c'est une position ou la position quand j'ai pas l'énergie potentielle de pesanteur. Chaque fois qu'on vous demande de déterminer une vitesse, la vitesse qui est l'énergie cinétique. Donc, quand j'ai pas l'expression de l'énergie cinétique. Donc, une position, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur. Mais bien, en utilisant une étude énergétique, déterminer la valeur de θ max. دونك غادي نشوفو شنو غادي نديرو هنايا حنا بغينا تيتا ماكس مزيان تيتا ماكس كاينه في او بي بي دونك خصني نحسب او بي بي ماكس مزيان باش تحسب نتا او بي بي ماكس يعني خصك تحسب واحد الانرجي بوتونسييل والانرجي بوتونسييل كاينه دونك باش تحسب نتا تيتا ماكس خصك الانرجي بوتونسييل مين غادي تجيب الانرجي بوتونسييل عندها اون ريلاسيون مع من مع الانرجي ميكانيك دونك غادي نشوف الانرجي ميكانيك واش نقدر واش نقدر نعرف عليها شي حاجه لا لا فيلا قال تيتا ماكس غادي يقول انايا من لو بوندول كيوصل لتيتا ماكس لينيرجي سينيتيك غادي تانولا تولي زيرو الطاقه الحركيه تولي زيرو علاش حيت هو من كيوصل لتيتا ماكس النواس هذا هاد لو بوندول وصل لتيتا ماكس صافي كيوقف دونك لينيرجي سينيتيك ديالو تولي زيرو غادي يقول الى لينيرجي سينيتيك زيرو الله يخليك تبع كيفاش غادي دير تفكر ماشي هاد الكتبه وما الكتبه راه ساهله نكتبها لك دونك نتايا بغيتي او بي بي لوغسكو تيتا ايغال تيتا ماكس تقول باش نلقى هاد او بي بي في تيتا ايغال تيتا ماكس في تيتا ايغال تيتا ماكس انرجي سينيتيك زيرو باسكو لو بوندول مين يوصل تيتا ماكس كيوقف تقول يعني باش نلقى انايا هاد او بي بي ماكس راه نقدر نجيبها من او ام علاش باسكو لينيرجي ميكانيك هي او سي بلس او بي بي و او ام هي هنا في هذا لوسكو تيتا ايغال تيتا ماكس او ام غادي تساوي او سي غادي تكون زيرو
و او بي بي غادي تكون ماكس. يعني غادي تقول انا باش نلقى او بي بي ماكس خصني او ام، و او ام منين غادي نجيبها؟ بيسكو لو موفمون اي سون فروتمون، يعني الحركه كتم بدون احتكاك، يعني الانرجي ميكانيك سو كونسيرف، يعني الطاقه الميكانيكيه تنحافظ. يعني خصني نشوف شي نقطه اخرى من الجسم يكون يتحرك واش نقدر نعرف فيها او ام. اه اشنو عطاوني هما كومدوني؟ عطاوني لينيرجي سينيتيك في الاول في لانستون زيرو، عطاوني لينيرجي سينيتيك في لانستون زيرو، يعني مين كان هاد لو بوندول هنا في لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. دونك نقدر نحاول نشوف واش نقدر نعرف لينيرجي ميكانيك في لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. دونك في لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل راه لينيرجي بوتونسيال كتساوي زيرو وعندي اون انرجي سينيتيك. دونك صافي الجواب ديالي راه بان. اشنو غادي نمشي نكتب دابا؟ اشنو غادي نكتب؟ غادي نكتب دونك هنايا هادشي كامل غادي نجمعوه نكتبو. دونك الجواب ديالنا غادي يكون بما ان دونك حركه النواه ستتم بدون احتكاك فان الطاقه الميكانيكيه تنحافظ بسكو لو موفمون سو في سون فروتمون دونك لينيرجي ميكانيك سو كونسيرف ماشي رياجي. وقطعت انا هاد لي دو بوزيسيون، قلت او ام فمين تكون تيتا ايكال زيرو هي او ام تيتا ماكس، ماشي رياجي وختارينا هادي، اختاريناها باسكو راني شرحت لكم علاش اختارينا هنايا او ام تيتا ايكال زيرو او ام تيتا ماكس. انرجي ميكانيك لوسكو تيتا ايكال زيرو، انرجي ميكانيك لوسكو تيتا ايكال تيتا ماكس. دونك الانرجي ميكانيك هي او سي بلس او بي بي، انرجي سينيتيك بلس انرجي بوتونسيال مين تكون تيتا ايكال زيرو. وعاود هنايا سي لينيرجي سينيتيك مين تكون تيتا هي ماكس، تيتا ماكس و او بي بي لوسكو تيتا ايكال تيتا. دونك او بي بي لوسكو تيتا ايكال زيرو هي زيرو باسكو هاديك هي لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. او سي لوسكو تيتا ايكال تيتا ماكس ايكال زيرو حيت كنوصلو للماكس دونك كتانيولا لا فيتيس، لا فيتيس تولي زيرو دونك كيتوقف الجسم، لينيرجي سينيتيك زيرو. غتبقى لنا او سي لوسكو تيتا ايكال زيرو هي اللي عطاوها لنا سماوها او سي زيرو، يمكن ايكال او بي بي في تيتا ماكس هي ام جي ال عامل لواحد ناقص كوس تيتا ماكس. دونك حنا على ما حنا نقلبو فات حنا نقلبو على تيتا ماكس اللي لقيناها في او بي بي. دونك هذا علاش قلت لكم من نطلبوا منكم اون بوزيسيون قلبوا على لينيرجي بوتونسيال، من نطلبوا منكم تقلبوا على اون فيتاس قلبوا على لينيرجي سينيتيك. دونك شنو بقى لنا هنا شويه الحساب، ان موان دونك ان موان كوس تيتا ام ايكال ان ايكال او سي زيرو، يعني لورسكو تيتا ايكال زيرو سور ام جي ال. Donc cos θ m est 1 moins EC0 sur MGL, c'est-à-dire θ max égale cos moins 1 dl 1 moins EC, EC0 sur MGL. Donc nous avons vu que θ m, θ max est 16 degrés, il y a plus sur 3. Donc il y a une chose qui est l'approximation. Il y a une chose qui 1 moins cos θ ou θ au carré sur juge. راه غادي يلقى نتيجة غلط. دونك النتيجة الصحيحة هي هادي بيسيغ 3، اون بو با ايتيليزي هاديك لابروكسيماسيون غيزون دو بلوس باسكو تيتا ام فايتة بي على 12 راه بي على 3 هادي. دونك مايمكنش نستعملو هاديك الفرضية ولا داك ان كون ان موان كوس تيتا هي تيتا او كاري سو. دونك انتهى التمرين، الا كانو شي اسئلة ولا خليوهم لنا في لي كومونتير في لاشين.